خادم الحرمين الشريفين بتقديم دعم فوري للجيش وقوى الأمن الداخلي وسائر القوى الأمنية الشرعية قوامه مليار دولار. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع محمد زينب. تحية طيبة إلى العناوين. الحريري يقدم لأهالي عرسال 15 مليون دولار ويؤكد لهم أن مخطط ضربها انكشف. في حال إبلاغي من قبل رئيسي اللجان الفاحصة المديرين العامين عدم إمكانية السير. وضع أسس تصحيح الامتحانات الرسمية غدا أو منح إفادات. ترحيب دولي بتكليف حيدر العبادي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والمالكي يرفض. بعدما يقارب الشهرين على انتهاء الامتحانات الرسمية لأكثر من 100,000 تلميذ، غدا صباحا تباشر اللجان الفاحصة وضع أسس التصحيح، وإلا سيتم توزيع الإفادات وفقا لما أعلنه وزير التربية. وغدا أيضا يواصل مياومو مؤسسة كهرباء لبنان حركة احتجاجهم على ملء الشواغر في المؤسسة بعد أن أقفلوا أبواب المؤسسة مانعين الدخول والخروج منها. سياسيا، فإن البارز هذا النهار حضور وفد كبير من بلدة عرسال إلى بيت الوسط، حيث أبلغ الرئيس سعد الحريري الوفد تبرعه بمبلغ 15 مليون دولار مخصصة لاحتياجات البلدة، وأكد أمامهم أن المخطط المرسوم لضرب عرسال انكشف وعلينا أن نحمي البلدة، مشيرا إلى وجود أخطاء ارتكبت تتم معالجتها أكان مع الجيش أو أي مؤسسة أخرى. أما عربيا، فإن البارز طي العراق صفحة نور المالكي، وقد علم تلفزيون المستقبل أن المالكي يتجه إلى إعلان رفضه تكليف حيدر العبادي تشكيل الحكومة الجديدة وإلى إعلان تمرده، كما علم أيضا أن قادة حزب الدعوة اجتمعوا بالمالكي لثنيه عن التمرد، خصوصا وأنه لا يزال يصدر الأوامر إلى القوات المسلحة. البداية من بيت الوسط، حيث استقبل الرئيس سعد الحريري النائب وليد جملاط على رأس وفد كتلته النيابية. ولمزيد من التفاصيل ننتقل مباشرة إلى هناك، حيث شربل عبود. شربل، يعطيك العافية، ما هي الأجواء في بيت الوسط؟ بالفعل محمد، كما ذكرت يلتقي الرئيس سعد الحريري في هذه الأثناء رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط مع عدد من نواب جبهة النضال الوطني. طبعا هذا اللقاء بدأ منذ حوالي 20 دقيقة ونحن بانتظار تصريح النائب جملاط فور انتهائه. وكان الرئيس الحريري قد التقى اليوم سفيرة الاتحاد الأوروبي التي أدانت الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية، كما التقى أيضا السفير القطري في لبنان وبحث معه التطورات. الرئيس الحريري التقى وفد من أهالي وادي خالد وأكد أمامهم أو قال أمامهم: نحن نعرف كم تعانون جراء هذه الممارسات والاعتداءات التي يقوم بها النظام السوري الذي يقتل ويهجر السوريين، وسنعمل ما في وسعنا مع الجيش والقوى الأمنية لحمايتكم وتثبيت الأمن والاستقرار في مناطقكم. كما استقبل الرئيس الحريري رئيس ساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر. وكان الرئيس الحريري قد أعلن عن التبرع ب 15 مليون دولار لأهالي عرسال. على كل تفاصيل ما قاله الرئيس الحريري أمام وفد أهالي عرسال نتابعه وإياكم في هذا التقرير. سنكون حريصين على ألا يتكرر ما حصل لعرسال في المستقبل، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل ذلك. الموقف للرئيس سعد الحريري الذي استقبل وفدا من فعاليات وأهالي ومخاتير بلدة عرسال برئاسة رئيس البلدية علي الحجيري وحضور النواب عاصم عراجي وجمال الجراح وزياد القادري وأمين وهبي والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ومنسق التيار في المنطقة بكر الحجيري. أنا حتبرع لعرسال 15 مليون دولار، هيدي لتبني مدارس ومستشفى واللي بيقرروا اللجنة، وخاصة يعني الرئيس هون اللي دائما كان يعني، والنواب أيضا اللي دائما رافقوا
المأساة اللي صارت بعرسال، ونحن حنكون حريصين انه هذا الشيء ما يتكرر، ولا حاسمح انه يتكرر، ولا حاسمح كمان ايضا انه عرسال تكمل ب انه ما يكون عندها مستلزمات الحياة الأساسية من مي وكهرباء ومدارس ومستشفى. ولو أنا بدي أتبرع بكل المبالغ اللي لازمتها عرسال، أنا مستعد بدنا نرجع نبني البيوت، بدنا نرجع نبني ونحسن الوضع بعرسال. الرئيس الحريري قال: كلنا يعرف لماذا استهدفت عرسال، لأنها وفية لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأنتم أهل عرسال بوقفتكم القوية وجهودكم استطعتم فتح المخطط الخبيث وإجهاضه. وما يفكرون ضعاف، وما حدا يفكر أن نحن ضعاف، لأنه نحن مش قصة أنه الأمور مش بالقتل. وحتشوفوا كل اللي عم يصير حواليكم، حيجي يوم وحينتهي عاجلا أم أجلا، وبعدين ساعتها لكل حادث حديث. والمهم أنه نحن نصمد نكمل بمسيرة الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري اللي عطى هالبلد، ونحن هنكمل نعطي بنفس المسيرة. وشكرا. وأضاف الحريري: نحن نعرف أنكم جميعا مع الدولة، مع الجيش، مع المؤسسات، وكل مواطن منكم يتمنى أن تقوى الدولة لتحمي جميع أبنائها، وأن لا تكون هناك أطراف خارج إطار الدولة. لا شك أن هناك أخطاء ارتكبت ونحن نقوم بمعالجتها، أكان مع الجيش أو مع أي مؤسسة أخرى. الرئيس الحريري كان قد أجرى أيضا سلسلة لقاءات صباحا شملت السفير البريطاني في لبنان وعدد من قادة الأجهزة الأمنية. نطلع أيضا على هذا النشاط في هذا التقرير. رحب السفير البريطاني في لبنان توم فلتشر بقرار الرئيس سعد الحريري العودة إلى لبنان في هذا الوقت، خاصة ونحن أمام لحظة صعبة يمر فيها لبنان والمنطقة، حيث تتصاعد المخاطر التي تهدد البلاد والشعب. كما قال موقف فلتشر عقب لقائه الرئيس الحريري في بيت الوسط بحضور النائب السابق غطاس خوري. من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يجتمع زعماء لبنان معا في روح من التوافق والاعتدال والتسامح، وأن يتحلوا بالحكمة والشجاعة اللازمتين لنواجه معا هذه التهديدات. ودور بريطانيا هو التضامن مع الشعب اللبناني أكثر من أي وقت مضى. آمل أن أتحدث في الأيام المقبلة عن السبل التي ستتمكن من خلالها بريطانيا من أن تبقى إلى جانب لبنان في المراحل الصعبة، وإني أتطلع قدما للاجتماع مع زعماء آخرين في الأيام المقبلة للبحث في سبل دعم لبنان من أجل حمايته من الصراعات. الرئيس الحريري التقى رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون الذي ثمن عودة الحريري في هذه المرحلة بالذات، وقال إنه لابد أن يكون لهذه العودة تأثير إيجابي على مجريات الأمور في لبنان. وإذا شهد بمبادرة الرئيس الحريري مساعدة منطقة عرسال، أمل في أن تشهد مناطق أخرى مبادرات مماثلة. الرئيس الحريري التقى كلا من المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لواء إبراهيم بصبوص، والمدير العام لأمن الدولة لواء جورج قرعة. وكان الرئيس الحريري قد التقى وفدا من الشخصيات والفعاليات من مختلف المناطق، هنأه بسلامة العودة إلى لبنان. عرسال تستعيد هدوءها، والهيئة العليا للإغاثة تتفقد الأضرار الناجمة عن الاشتباكات التي دارت الأسبوع الماضي، فيما لا يزال مصير العسكريين الأسرى لدى المسلحين مجهولا وغامضا. وتقرير لسلمان العنداري. هذا هو منزل أبو غزوان الحجيري بعد الاشتباكات التي وقعت بين مسلحين وعناصر للجيش اللبناني في عرسال. أضرار كبيرة تتكشف يوما بعد يوم في منازل وبيوت كانت عرضة للقصف والرصاص والقذائف. أنا عندي منشرة أولا بعيدة 2 كيلومتر هونيك، أنا بعد لسه هيدي عندي عم قصت علي، هيدي كل شيء بملك، وبعد لحد الآن علي دين. هاي أول ضربة أكلتها تحت بعيدة من هون، وتاني أن هيدي بيتي هون، بيت ابني، هذا بيتي أنا اللي عرفت كيف، هيدي مدمر تدمير، أنت شوفت عينكم شايفكم مثل ما كنتم شايفين، البيت غير صالح للسكن. إحنا بنطلب من الدولة، عرفت كيف، أن نحن حقنا
انه تحصل تعطينا حقنا. في عرسال التي استعادت هدوءها محاولة لإعادة الحياة والأمن إليها، الجيش انتشر في أنحاء البلدة في وقت ما زال مصير العسكريين الأسرى لدى المسلحين غامضا، ولم تفض حركة الاتصالات إلى معرفة أماكن وجودهم حتى الساعة. الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير زار عرسال بتكليف من الرئيس تمام سلام برفقة موفد من الرئيس سعد الحريري، متفقدا الأضرار الناجمة عن الاشتباكات وواعدا بتشكيل لجنة ستمسح الأضرار بعد 48 ساعة على أن يباشر التعويض على المواطنين. نحن جايين لنطلع على الأوضاع الميدانية على الأرض، الأضرار كلها، لنعمل جولة تفقدية، لنوضع خطة وبرمجة لدفع مساعدات لأسرع وقت يكون، وبأسرع وقت إن شاء الله هتكون مساعدات، خاصة بعد ما الشيخ دولة الرئيس سعد الحريري كمان سمعته بالهبة اللي هو مقدمها كمان لأهل عرسال، كمان نكون هنتعاون نحن وياه ان شاء الله. عرسال هي جزء لا يتجزا من الدوله اللبنانيه، انه عرسال موجوده بحضن الدوله اللبنانيه، والدوله اليوم موجوده بنص عرسال، وهيدا الوضع الطبيعي. اهل عرسال هن كانوا ضحيه للارهاب، اهل عرسال ولائهم فقط للدوله اللبنانيه، فقط للجيش اللبناني. اللي صار صار، مطالب بكل اجهزه الدوله من رئيس الحكومه للشيخ سعد للقوى الامنيه لقائد الجيش. نحن بطلنا بدنا بعد حرب مع حد، لا مع الاسلاميين ولا مع الدوله ولا مع حد، نحن جميعا بدنا أمة العرسال. مشاهد ما بعد المعارك تظهر حده الاشتباكات. هنا فصيله الدرك في عرسال، وهنا مهنيه البلده التي شهدت معارك عنيفه، وهنا مدرسه المقاصد. عرسال تنتظر مرحله جديده بعد انتهاء العاصفه. معالم الصورة بدأت تتوضح أكثر فأكثر في عرسال، أضرار في الممتلكات وقصص كثيرة في كل بيت، وسط تمنيات بالتعويض بأسرع وقت ممكن. من عرسال، سلمان العنداري، تلفزيون المستقبل. اطلع قائد الجيش العماد جون قهوجي على الأوضاع الميدانية في منطقة عرسال من قائدي اللواء الثامن وفوج المجوقل اللذين زاراه في مكتبه في وزارة الدفاع برفقة بعض الضباط الذين شاركوا في الاشتباكات مع الجماعات الإرهابية، وقد زودهما قائد الجيش بالتوجيهات اللازمة. اعتبر النائب وليد جنبلاط أنه لابد من الالتفات بصورة فورية لإطلاق أوسع مشروع تنموي لبلدة عرسال المناضلة والصامدة، والتي احتضنت الجيش لرفع الغبن عن أهلها الذين يتحملون ليس فقط الأوضاع المعيشية الصعبة، إنما أيضا يهتمون بنحو 100,000 نازح سوري. بالسراي الكبير اجتماع وزاري لبحث مسألة النازحين السوريين، ووفد من نواب تيار المستقبل في البقاع أكد ضرورة منع تكرار ما حدث في عرسال. ضبط الحدود ووضع آليات لملف النزوح السوري عناوين الاجتماع الوزاري الذي عقد في السراي برئاسة الرئيس تمام سلام. وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أكد بعد الاجتماع أن كل القرارات متاحة من أجل حماية لبنان بما فيها إقفال الحدود. ومسألة النزوح السوري أصبحت الآن تحت الرقابة الصارمة وباليد القوية للدولة اللبنانية. هذه أرضنا، نحن مسؤولون عنها، هذا شعبنا نحن مسؤولون عنه، ومسؤولون أيضا عن الضيوف الذين يوجدون في أرضنا. الرئيس سلام التقى وفدا من نواب تيار المستقبل في البقاع، وجرى التأكيد على منع تكرار ما حدث في بلدة عرسال. إرساء سياسي واضحة وقرار سياسي صريح باحتضان عرسال والمنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا من الناحية الأمنية لمنع تكرار ما صار، ونتيجة الأحداث اللي صارت يجب أن نستخلص العبر من هذا الأمر، كمان لتنظيم هذا النزوح بالشكل الذي يحفظ البلد وأمنه، وبالآخر إمكانية استيعاب لبنان لهذا الأمر، وكمان بالنسبة لعرسال اللي عم تحمل يعني عبء كمان كبير. الوفد أشار إلى أن ما لحق بلدة عرسال من أضرار يستوجب ورشة عمل وخطة طوارئ تؤمن عودة الأهالي إليها. دعا وزير التربية الياس مصعب اللجان الفاحصة إلى وضع أسس التصحيح، فيما تستمر هيئة تنسيق النقابية بتنفيذ الاعتصامات من أجل منع إجراء التصحيح من دونها أو من دون إقرار السلسلة.
لم يزل شد الحبال مستمر بين وزير التربية من جهة وهيئة التنسيق النقابية من جهة أخرى حول وضع أسس تصحيح الامتحانات الرسمية وتصحيحها أو إصدار إفادات للطلاب في حال تعذر ذلك. وعليه قرر الوزير الياس أبو صعب دعوة اللجان الفاحصة للمباشرة بوضع أسس التصحيح. دعوة اللجان الفاحصة لوضع أسس التصحيح والمباشرة بأعمال التصحيح يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة 8:30 صباحا في وزارة التربية، والتاسعة والنصف صباحا في التعليم المهني والتقني. في حال إبلاغي من قبل رئيسي اللجان الفاحصة المديرين العامين عدم إمكانية السير بأعمال التصحيح عند الساعة 12:00 ظهرا، سيصار إلى وضع القرار المتعلق بإصدار الإفادات لجميع الطلاب، والذي حظي بموافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة. من جهتها هيئة التنسيق النقابية أعلنت استمرارها في الإضراب ومقاطعة التصحيح. نحن باسم هيئة التنسيق النقابية بندعي بكرة كل معلمي لبنان بالقطاعين الرسمي والخاص إلى اعتصام أمام وزارة التربية الساعة 8 صباحا. بندعي أساتذة التعليم المهني والتقني، كل الأساتذة بكل لبنان، كل اللي حضروا اليوم من كل المناطق كمان يحضروا بكرة، يأكدوا قرارهم اللي أخذوه اليوم بمقاطعة التصحيح للتجمع الساعة 8 قدام المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. وأكدت هيئة التنسيق أنها ستستمر في اعتصاماتها لمنع التصحيح من دونها، معتبرة أن من يريد التصحيح من الأساتذة فليتحمل مسؤولية قراره. اعتصم العمال المياومون وجبات الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان احتجاجا على عدم تثبيتهم، وهم يتحركون مجددا غدا. احتجاجا على قرار مجلس إدارة كهرباء لبنان القاضي بتثبيت 891 موظفا من المياومين من أصل 2000 عبر مباراة محصورة، أقفل العمال المياومون وجبات الإكراء أبواب المؤسسة في كورنيش النهر وأحرقوا عددا من الإطارات عند مدخل المؤسسة. هيدي المزهرة اللي ارتكبها مجلس الإدارة بحق المياومين ما ارتكبها وجبات الإكراء، لم يرتكبها فقط بحق المياومين، بل ارتكبت بحق مجلس النواب اللبناني، مجلس النواب الذي صادق على تثبيت المياومين دون استثناء في كافة المديريات ولا سيما مديرية التوزيع. مؤسسة كهرباء لبنان دعت من جهتها القوى الأمنية إلى القيام بمسؤولياتها واستلام الأمن في المبنى المركزي وفتح جميع المداخل وتأمين دخول الموظفين والمواطنين وخروجهم، معتبرة أنها لم تقم سوى بتطبيق القانون. تزامنا توقف المياومون عن العمل في كافة المناطق اللبنانية وأحرقوا الإطارات وقطعوا الطرق. تتابعونا بعد الفاصل. استئناف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية في القاهرة. تائب الأسد تقتل العشرات في حلب وإدلب ودرعا. المسائية مستمرة، هذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. الحريري يقدم لأهالي عرسال 15 مليون دولار ويؤكد لهم أن مخطط ضربها انكشف. غدا يوم فاصل في مصير الامتحانات الرسمية، إما وضع أسس التصحيح أو منح إفادات. العمال المياومون وجبات الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان يعتصمون مجددا غدا. في وقت ترزح فيه الكنيسة في العراق وسوريا تحت قتل التكفير والإرهاب، تنظر الكنيسة بأمل كبير إلى الاعتدال وتراهن عليه للبقاء في الشرق. تقرير شرب العبود. وإنني لأتوجه إلى الشركاء المسيحيين بمشاعر التضامن والتعاطف وإحقاق الحق والقسط، فنحن معا نستطيع القيام بالكثير انطلاقا من لبنان، وطن الرسالة والإنسان. وطن الرسالة قام تاريخيا على صيغة العيش المشترك بين كل طوائفه، صيغة كان الاعتدال أساسها.
وهو الاعتدال الذي طبع الكلمات الأولى للمفتي الجديد للجمهورية الشيخ عبد اللطيف دوريان، وواكبه فيه الرئيس سعد الحريري الذي يقود لواء الاعتدال. تجلت في كلمته الجرأة والثقة والشجاعة عندما أكد على أهمية الحوار ما بين المسلمين والمسيحيين، لأنه كلتا الديانات، كل يعني الديانة المسيحية والإسلام، يدعو إلى التعايش وإلى قبول الآخر وإلى المحبة والرحمة والتسامح، وكل هذه الأمور تطرق من خلال سماحة المفتي الجديد. فنحن أهم نقطة اللي أكد عليها سماحة المفتي كانت العيش المشترك، المسيحية مع الإسلام. الكنيسة تراهن على هذا الاعتدال لتحصين منعة لبنان بوجه عواصف الإرهاب والتكفير. نحن بأشد الحاجة إلى هذا الاعتدال، إلى الفكر المعتدل، لأنه الاعتدال هو عم يجي من نوع قبول الآخر. لما أنا دا أكون إنسان معتدل بدي أقبل الآخر، بدي أعرف كيف أعيش مع الآخر، كيف أعيش وتعايش مع الآخر أيضا. نشكر الله أنه في عنا كثير من العقول المعتدلة والتيارات المعتدلة المدنية مثل تيار المستقبل. الاعتدال هذا ما نرجوه ونتمناه أنه يكون موجود في شرقنا، لأن الفكر الاعتدال بيضغي وبيقضي على الفكر التكفيري. بالرغم من الألم الكبير الذي يعاني منه المسيحيون في العراق وسوريا، تنظر كنائس الشرق بأمل إلى الغد وتراهن على الاعتدال، اعتدال يبدأ من وطن الرسالة ويعم باقي الشرق. رحب اتحاد جمعيات العائلات البيروتية بانتخاب القاضي الشيخ عبد اللطيف دريان مفتيا للجمهورية اللبنانية في عملية ديمقراطية سادتها أجواء وفاقية دلت على حضارة الطائفة الإسلامية السنية ورقيها، وأعادت إليها وحدتها وموقعها الفاعل والمؤثر في الساحتين اللبنانية والعربية. ننتقل الآن إلى بيت الوسط وتصريح النائب وليد جنبلاط. يلا بس ثواني. تفضل. لا يعني عاد الشيخ سعد في ظروف بالغة التعقيد، لكن بنفس الوقت فإن وجوده معنا اليوم في لبنان عامل أساسي ورادع لحل مشاكل كبيرة، وللتأكيد تأكيد على الخط الذي بناه والده الشهيد رفيق الحريري، والذي أرسى نهجه أو ثبته الشيخ سعد الحريري هو نفسه الإسلام الاعتدالي، الإسلام الوطني اللبناني العربي. اليوم نحن بعد امتحان عرسال، قد تأتي علينا امتحانات أخرى غير عرسال، لكن بوجوده معنا وبتفعيل الحكومة، وإن شاء الله نلقى صيغة لما يتعلق بانتخاب الرئيس، لأنه لا يجوز أن يبقى لبنان دون انتخاب رئيس، نواجه الاستحقاقات الاقتصادية والسياسية والمعيشية، أخذين بالاعتبار بأن يعني المحيط العربي كله يعني مهدد أو هناك فوضى عامة، لكن أعتقد يعني أن حتى الآن يعني بجهود الشيخ سعد وجهود غيره من الخيرين والمملكة العربية السعودية يبقى حتى هذه اللحظة، وأمل أن تستمر، هناك نوع من المظلة التي تحمي لبنان. لكن علينا أيضا علينا أن نكتفي بأن نقول بأن هناك مظلة، علينا نحن أصحاب الشأن بأن نعزز ونثمن ونساعد في تثبيت تلك المظلة. هل برأيك وجود الشيخ سعد الحريري ببيروت يسهل ويسرع عملية انتخاب رئيس؟ أعتقد الشيخ سعد وجميعنا كلنا نحرص على انتخاب رئيس، على انتخاب رئيس. طبعا نحن كلقاء ديمقراطي أذكر بأن مرشحنا هو الأستاذ هنري حلو، وهو مرشح ثابت ومبدئي، ولا يعني فقط كي لا يقال أننا يعني على استعداد للتسوية، لا، لكن مبدأ الانتخاب ضروري جدا كي من أجل ضمانة لبنان، ومن أجل أيضا إعطاء مسيحي لبنان ومسيحي الشرق
أمل، لأن هناك أيضا مصيبة حلت بمسرحية الشرق من خلال هذا الوحش الكاسر الذي اسمه داعش أو دولة الإسلام والعراق أو إلى آخره، وبالأقليات، الأقليات التي عاشت في هذا الشرق على مدى قرون والتي سبقت الإسلام، يعني الأقلية الأيزيدية التي يرأسها الأمير تحسين بيك شنبولاد، اليوم عشرات الآلاف منهم هجروا وجرى سبي النساء وقتل الأطفال. هناك مصيبة كبرى بالأيزيديين وناهيك عن المسيحيين وغيرها من الأقليات الذين عاشوا بمرحلة معينة تحت كنف الإسلام. تبحثوا بأسماء أخرى يمكن التوافق عليها؟ هناك يعني رئيس بري بيقول ما رح يقبل بالتمديد، ومثلا المستقبل والشيخ سعد بيقولوا ما في انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية. خليني اكتفي باللي قلته. ممكن يروح على فراغ بمجلس النواب كمان؟ ما الفراغ بيكون عم بيضرب كل مؤسسات الدولة. نحن لبنان لا يجوز أن نذهب إلى حالة كالحالة العراقية. لا، وما بتصور حدا بذهب او راغب بالفراغ. هلا نبع على سنبقى. شوف تكون واضح جدا لاخر لحظه، مرشحنا هو هنري حلو، لانه في الحال باللحظه اللي متخلى فيها عن هنري حلو بتسويه يفقد وليد جملات ويفقد اللقاء الديمقراطي اي مصداقيه تجاه الخط اللي بنيناه مع الغير، الخط الاعتدال الوسطي. بالاخر خليها تكون مشكله اصوات. شو القصه؟ نحن عندنا صوتنا 16 صوت، بنتمنى يزيدوا، وبنتمنى على بعض الفرقاء المره الماضيه اللي ما اعطونا كمان يعطونا، بيكون افضل، لانه بتصور هو الحل الافضل. هلا الفرقاء المكونات الكبرى بدها حدا تاني، خلي تكون قصه اصوات. مش ممكن ما في توافق، مش رح يصير هالتوافق. تمعنا الى تصريح النائب وليد جنبلاط من بيت الوسط بعد لقائه الرئيس سعد الحريري. بحث الرئيس فؤاد السنيورة خلال زيارته القاهرة مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في موضوع التشدد والتطرف الذي يظهر عند المسلمين وسبل مواجهته ومكافحته، كما تمت مناقشة مسألة الوحدة الإسلامية وسبل تدعيمها في ظل التوتر بين السنة والشيعة. كذلك كان تشديدا على أهمية تعميق التعاون بين الديانتين الإسلامية والمسيحية في ظل ما يجري في العراق، استنادا إلى التجربتين اللبنانية والمصرية. السنيورة بحث أيضا مع باب الأقباط الأنبا توادروس الثاني خطورة المرحلة الراهنة ومكافحة التطرف، وقد اتفق على إقامة مؤتمرات لهذه الغاية. أثار تكليف الرئيس العراقي فؤاد معصوم رسميا حيدر العبادي تشكيل الحكومة الجديدة موجة من المواقف. الولايات المتحدة هنأت الرئيس المكلف في حين قوبل تكليفه باعتراض من رئيس الوزراء العراقي المنتهي ولايته نور المالكي. من جهتها طالبت بعثة الأمم المتحدة في بغداد القوات العراقية بالابتعاد عن التدخل في عملية الانتقال السياسي في العراق. لم تنجح الضغوطات العسكرية والمعنوية الممارسة من قبل رئيس الوزراء العراقي المنتهي ولايته نور المالكي بدفع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة. فمعصوم اتخذ قراره وأصدر كتابا رسميا كلف بموجبه نائب رئيس مجلس النواب حيدر العبادي بتشكيل الحكومة إثر ترشيحه من قبل التحالف الوطني البرلماني. رئيس الوزراء العراقي الجديد تمنى في مراسم التكليف أن يتمكن من إتمام مهامه خلال المدة الدستورية المحددة بثلاثين يوما، كما دعا جميع العراقيين للتعاون في مواجهة داعش. ورغم أن العبادي هو نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، إلا أن الأخير أعلن رفضه لهذا التكليف. في المقابل لاقى خبر التكليف ردود أفعال إيجابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العديد من الكتل النيابية العراقية، فيما هنأ المجلس الأعلى بقيادة عمار الحكيم العبادي بالمنصب الجديد، كما رأى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن هذا التكليف سيشكل مقدمة مهمة وفعالة لإنهاء الأزمة في العراق. وفي ظل المخاوف من ردة فعل المالك الذي سبق أن حشد ميليشيات تابعة له في العاصمة بغداد وأمام القصر الرئاسي، دعت الأمم المتحدة الجيش العراقي إلى البقاء بعيدا عن العملية السياسية.
أما على الصعيد الميداني وفيما تتواصل المعارك مع داعش الذي سيطر على مدينة جلولاء، أعلن مسؤول أمريكي أن واشنطن بدأت تسليحا مباشرا لقوات البشمركة للتصدي لداعش. في هذا السياق طلبت فرنسا من الاتحاد الأوروبي حشد إمكاناته لتلبية طلب التسلح الذي وجهه رئيس كردستان العراق مسعود برزاني. حيدر العبادي المولود في بغداد من أب عراقي وأم لبنانية من آل الحر، من هو في سطور؟ حيدر العبادي النائب عن دولة القانون والذي كلفه الرئيس العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة شغل مناصب سياسية عدة، بدءا من النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي إلى مناصب وزارية أبرزها منصب وزير الاتصالات في الحكومة الانتقالية التي ترأسها أياد علاوي في العام 2003، إضافة إلى ترأسه العديد من اللجان النيابية. العبادي الذي يوصف بأنه مرشح التوازنات السياسية طرح اسمه كأحد أبرز مرشحي حزب دعوة لرئاسة الوزراء في العام 2006 أثناء عملية استبدال إبراهيم الجعفري، وعاد ليطرح من جديد وصل مفاوضات تشكيل الحكومة في العام 2010 إلى أن كلف اليوم بتشكيل الحكومة. حيدر جواد العبادي ولد في العام 1952 في بغداد في كنف عائلة ذات أصول جنوبية. هاجر من العراق في بداية السبعينيات لإكمال دراسته في بريطانيا وبقي هناك إلى العام 2003، ثم عاد إلى العراق بعد سقوط صدام. في العام 1980 اختير مسؤولا لمكتب الشرق الأوسط لحزب الدعوة الذي كان يتخذ من بيروت مقرا له، إلا أنه بقي يدير المكتب من لندن ما ولد إشكالات داخل الحزب أدت إلى استبداله. سمى حزب الدعوة العبادي متحدثا باسمه، لكنه لا يظهر إلى الإعلام إلا قليلا. استنفت المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في القاهرة لمتابعة البحث في كيفية التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، وكثفت القاهرة اتصالاتها مع الجانبين ومع الأطراف العربية والإقليمية لحل القضايا العالقة. استأنف الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي المفاوضات غير المباشرة في القاهرة وبرعاية مصرية بشأن تسوية طويلة الأمد في قطاع غزة. رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد طلب الوفد الإسرائيلي بعدم المماطلة واستغلال كل دقيقة، خاصة أنه لا يوجد مطالب جديدة للفلسطينيين إطلاقا. من جهته قال عضو الوفد الفلسطيني إلى القاهرة عزة الرشق أن استئناف المفاوضات جاء على قاعدة التمسك بكل الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وتتلخص المطالب الفلسطينية في إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة انطلاقا من تفاهمات العام 2012 بما يضمن فتح المعابر وفك الحصار الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى حرية العمل والصيد في المياه الإقليمية حتى عمق 12 ميلا، وإعادة تشغيل مطار غزة وإنشاء الميناء البحري، وإلغاء ما يسمى المناطق العازلة التي فرضتها إسرائيل على حدود قطاع غزة. الإذاعة العامة الإسرائيلية أشارت إلى أن المفاوضات شاقة للغاية، وقالت أن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيعود إلى تل أبيب الليلة ليتشاور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشى يعلون. عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة ولي العهد الأمير مجرن بن عبد العزيز، والذي أطلع المجلس على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومجمل الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما بحث مجلس الوزراء السعودي تردي الأوضاع في سوريا والعراق، مجددا مناشدات المملكة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه هذه الأوضاع المأساوية. مجازر جديدة ارتكبتها كتائب الأسد اليوم راح ضحيتها عشرات القتلى، خصوصا في أحياء حلب المحررة التي تعرضت لوابل من البراميل المتفجرة. في المقابل وصل الجيش الحر تزييق الخناق على مطار حماة العسكري. عشرات القتلى والجرحى معظمهم من النساء والأطفال سقطوا اليوم نتيجة البراميل المتفجرة التي ألقتها المروحيات العسكرية التابعة للنظام السوري على باب النيرب ومساكن هنانو وقاضي عسكر في حلب، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والجيش الحر على جبهات الراشدين والأشرفية.
الطيران المروحي كثف كذلك قصفه بالبراميل المتفجرة على مدينة نوى في درعا، واستهدف الفرن الآلي في مدينة إنخل، فيما دكت المدفعية أحياء درعا البلد وسط مواجهات عنيفة دارت على بعض محاور الريف. المواجهات امتدت كذلك إلى حي جوبر في العاصمة دمشق، فيما لا يزال الثوار يرابطون على الجبهات المطلة على ساحة العباسيين بعد إفشال محاولات النظام التقدم. وفي إدلب قصف الطيران الحربي وسط مدينة كفر تخاريم مستهدفا الساحة الرئيسية في الوقت الذي تغص فيه المدينة بالأهالي، ما أدى إلى وقوع 10 قتلى على الأقل في حصيلة أولية. إلى ذلك قصف الجيش الحر وبشكل مكثف مطار حمال عسكري محققا إصابات في مستودعات الذخيرة ومدارج المطار. تجدد القصف في العاصمة الليبية طرابلس قرب المطار الدولي بعد 3 أيام من الهدوء النسبي، وغطت سحب من الدخان الأسود جنوب طرابلس نتيجة القصف بالمدفعية والصواريخ مناطق حول المطار الدولي. وكانت بعثة من الأمم المتحدة وصلت إلى طرابلس منذ يومين للتوسط من أجل وقف إطلاق النار بين الفصائل المسلحة. طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير الطرق وبناء المدن بتقديم تقرير كامل عن حادث تحطم طائرة نقل الركاب، موعزا بمنع تحليق طائرات إيران إلى حين استكمال التحقيق بحادث تحطم الطائرة. روحاني وخلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء استمع إلى كل من وزير الطرق وبناء المدن ووزير الدفاع، اللذين قدما تقريرا عن حادث تحطم الطائرة المدنية من طراز إيران 140 التابعة لشركة طيران سباهان. تتابعون في النشرة بعد الفاصل. ارتياح في طرابلس لعودة الحريري، ومنسقية المستقبل في بعلبك تحتفل بالمناسبة. من جديد نحييكم. في طرابلس أبدى المواطنون ارتياحهم لعودة الرئيس سعد الحريري، وأملوا في أن ينعكس ذلك على الوضعين الاقتصادي والأمني في البلد. شكلت عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان عامل استقرار لدى معظم اللبنانيين، فقد ارتفعت في معظم القرى والبلدات الشمالية عموما ومدينة طرابلس خصوصا لافتات مرحبة بالعودة حملت عبارات المبايعة له ولدوره الوطني، كما علقت صور في مختلف شوارع المدينة وعلى الشرفات وأسطح الأبنية. شيء حلو لنظبط هالبلد، مين اللي بيجي أهله وسهلا ما بنرتاح بقى، والشيخ سعد أبو البلد وابن البلد. ولك بيرجع لبنان، رجع لبنان، رجع مثل ما كان، رجعنا كلنا سوا أسلام ومسيحية وشيعة وكلنا سوا، وإن شاء الله بيكون رجعته كتير 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 حلوة للبنان. عودة مهمة كتير، بترجع الاطمئنان للبلد. كما أمل المواطنون أن تنعكس عودة الرئيس الحريري إيجابا على وضعهم المعيشي في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها البلد. نظمت منسقية المستقبل بعلبك حفل استقبال لمناسبة عودة الرئيس الحريري، حضره نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي دريد ياغي، ووفد من المكتب التربوي من حركة أمل، وعدد من التجمعات السياسية ومخاتير وفعاليات دينية وإعلامية واجتماعية، وحشد من محبي الرئيس الحريري، حيث أمل منسق بعلبك حسين صلح عودة الحركة السياسية إلى نشاطها الحقيقي مع عودة الرئيس الحريري. بدوره رأى ياغي أن عودة الحريري في هذه اللحظات تحديدا هي عودة إلى الوطن من أجل الوطن. أقام وزير الخارجية جبران باسيل مأدبة غداء تكريمية للسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري، حيث أعرب باسيل عن أسفه لمغادرة السفير عسيري لبنان، مثمنا الجهود الكبيرة التي قام بها في سبيل تعزيز العلاقات اللبنانية السعودية. بدوره شكر السفير عسيري باسيل، مؤكدا أن المملكة ستبقى دائما إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، وعبر عن أمله أن يرى لبنان آمنا مستقرا. ثمن حزب الكتائب اللبنانية السياسة الثابتة للمملكة العربية السعودية القائمة على دعم لبنان ومؤسساته والمبادرة إلى رفضه بالمساعدات في أحلك الظروف وأصعبها، داعيا إلى الإفادة من هذه المبادرة بما يفضي إلى تمكين المؤسسة العسكرية ورفع قدراتها. ورأى المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري في عودة الرئيس الحريري إلى لبنان بشكل نهائي مؤشرا صحيا يجب الإفادة منه، بما يرسخ الاستقرار ويفتح صفحة الحوار الداخلي ويساهم في تلبية الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية. عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أوضاع منطقة وادي خالد مع رؤساء عشائر وفعاليات عرب وادي خالد،
واستمع المشنوق في مكتبه في الوزارة إلى مطالب أهالي المنطقة لجهة الإنماء وإيجاد السبل لمساعدة القرى التي تستقبل النازحين السوريين. وترأس الوزير المشنوق اجتماعا للمحافظين بحث خلاله في شؤون إنمائية وخدمتية وأمنية تهم البلديات. وأوعز المشنوق إلى المحافظين ضرورة التعميم على البلديات لتحضير احتياجاتهم من عناصر شرطة البلدية ليتم تعيينهم في أوقات لاحقة بعد معرفة الاحتياجات لكل بلدية. وجهت لجنة المحامين المولجة متابعة الطعن وتعديل قانون الإيجارات كتابا مفتوحا إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء والنواب والوزراء، طالبت فيه بإجراء التعديلات الضرورية على قانون الإيجارات لحماية المواطن في حقه في السكن طبقا لسياسة إسكانية تمنع تهجير المواطنين وهجرتهم. على النائب أن يحكم ضميره وأنه يكون تشريعه ينطلق من منطلق المصلحة العامة الوطنية وليس من المصلحة الشخصية أو مصلحة فئوية. لا يجوز على الدولة اللبنانية أن تقر قانون انتخاب قانون إيجارات فقط يعالج مشكل بين مالك ومستأجر دون النظر إلى خلفيات هذا القانون، ما يترتب عليه من تداعيات على المستوى الاجتماعي الوطني العام. يجب أن يقترن هذا القانون بمشاريع أخرى توجد الحلول للمستأجرين الغير قادرين على دفع الإيجارات، وهذه ليست مسؤولية المالك أنه هو يقوم بالعبء كليا على هذا المستوى، هذه مسؤولية الدولة اللبنانية أن تكون الشريك. وقبل أن ننهي النشر نعود إلى بيت الوسط، حيث الزميل شربل عبود يوجز لنا الحركة الحافلة طيلة هذا النهار. شربل. نعم بالفعل لينا، كما ذكرت حركة حافلة سجلت اليوم هنا في بيت الوسط، حيث التقى الرئيس سعد الحريري عدد من السياسيين وأيضا من السفراء ورجال الأمن ووفود شعبية. هذا اليوم كان قد بدأ بلقاء مع السفير البريطاني في لبنان الذي جدد دعم بلاده للبنان، وأيضا التقى الرئيس الحريري عدد من قادة الأجهزة الأمنية. الرئيس الحريري أعلن عن التبرع ب 15 مليون دولار لإعادة أعمار ما تهدم في عرسال، وذلك أمام وفد من فعاليات بلدة عرسال زاره هنا في بيت الوسط. وقد شدد الرئيس الحريري على ضرورة العمل لأن لا يتكرر ما حصل في عرسال في أي بلدة لبنانية أخرى. الرئيس سعد الحريري التقى أيضا وفدا من أهالي وادي خالد، ضم عددا من رؤساء البلديات ووجهاء العشائر بحضور منسق تيار المستقبل في المنطقة. طبعا الرئيس الحريري خاطب أهالي وادي خالد بالقول إن ما تتعرض له منطقة وادي خالد من اعتداءات وأحداث وما حصل بالأمس القريب في عرسال يأتي في إطار استهداف المناطق التي وقفت وقفة تاريخية في أعقاب استشهاد الرئيس رفيق الحريري في العام 2005 والاحتضانها الأهالي واللاجئين الهاربين من سوريا في محاولة مكشوفة لإشعال نار الفتنة فيها. وأضاف الرئيس الحريري: نحن نعرف كم تعانون جراء هذه الممارسات والاعتداءات التي يقوم بها النظام السوري الذي يقتل ويهجر السوريين، وسنعمل ما في وسعنا مع الجيش والقوى الأمنية لحمايتكم وتثبيت الأمن والاستقرار في منطقتكم أو مناطقكم. الرئيس الحريري التقى أيضا رئيس ساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، الذي أشار إلى أن الزيارة للرئيس سعد الحريري هي زيارة باسم البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي، وقال: رحبنا به كل الترحيب في بيته ووطنه وبين أهله جميعا وكلنا أهل، وتمنينا أن تكون هذه العودة إن شاء الله خيرا وبركة بجمع الكلمة وتؤدي إلى توحيد الصفوف وأعلاء شأن لبنان وحل المشاكل المعقدة والمطروحة. يعني هذه أبرز اللقاءات، إلى جانب طبعا لقاء هذا المساء مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط على رأس وفد من اللقاء الديمقراطي. جنبلاط تحدث بعد اللقاء عن عودة الرئيس الحريري وأهمية عودته في هذه الظروف وفي ظل ما تشهده البلاد، خصوصا بعد ما حصل في عرسال، مشددا على أهمية النهج الذي يتبعه الرئيس سعد الحريري وهو نهج الاعتدال، وهو أحوج ما نكون إليه في هذه الأوقات في لبنان. تطرق أيضا للانتخابات الرئاسية وأكد التمسك بمرشح اللقاء الديمقراطي النائب هاري حلو للانتخابات الرئاسية. هذه بشكل عام يعني صورة ما شهده بيت الوسط اليوم من لقاءات منذ الصباح. طبعا تفاصيل لنا أوفى عن هذه اللقاء وعن المواقف التي أدلى بها الرئيس سعد الحريري تتابعونها في تقارير في نشراتنا اللاحقة. لنا شكرا شربل. نصل الآن مشاهدينا إلى الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار.
نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من تركيا يلي شهدت فوز رئيس الوزراء التركي أردوغان بالانتخابات الرئاسية، الأمر اللي منح المستثمرين الطمأنينة بخصوص الحفاظ على الاستقرار السياسي. نتائج الانتخابات الرئاسية كان لها تداعيات إيجابية على الوضع النقدي. على هالأثر تحسنت العملة التركية من 2.18 الحد الأدنى اللي وصلت له نهار الجمعة لتفتح على 2.14 ليرة صباح اليوم أمام الدولار. ومننتقل لمصر مع استمرار تضخم الأسعار للمواد الاستهلاكية بنسبة 10.6% خلال شهر تموز من 8.2% خلال شهر حزيران بعد ما رفعت الحكومة أسعار الوقود الشهر الماضي. على صعيد سنوي الملاحظ أنه هناك تراجع طفيف بمستوى التضخم بعد بلوغ مستوى قياسي بشهر تشرين الثاني الماضي. أما المحللين فبيتوقعوا أنه يرتفع مرة جديدة بعد ما رفعت الحكومة أسعار الطاقة بنسبة 78% بهدف تخفيف ميزانية العجز. ومننهي مع ملف شاغل العالم وهو انتشار فيروس الإيبولا. الجديد بالموضوع هو تخفيف الوكالة الأمريكية للأدوية القيود على استخدام علاج تجريبي للمصابين بفيروس الإيبولا، الأمر اللي أثر إيجابا على شركة تكميرا الكندية للأدوية. ارتفع سهم الشركة أكثر من 45% ببورصة نيويورك بنهاية تداولات نهار الجمعة وسجل ارتفاع بنسبة 88% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. ونقلا عن الشركة فقد تم تعديل تصنيف الدواء من الحظر التام لا جزئي علما انه تم تطوير الدواء مع وزارة الدفاع الامريكية بعقد بتبلغ قيمته 140 مليون دولار. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكرة. والان وقفة مع الاحوال الجوية. بونسوار. الصيف رطب عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تفاصيل كلها من بعد فقرة صورة وشمسية. من صورة آدم ومن إيطاليا رح نروح على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها ومنبلش جولتنا. بتونس عم توصل الحرارة فيها لل 34 درجة، الرباط 26، الجزائر 32، القاهرة 38، بغداد 44 درجة، دمشق 35، القدس 32، عمان 34، والختام بيكون مع الكويت 46 درجة، أبو ظبي 41، أما الدوحة عم توصل الحرارة فيها لل 44 درجة. نرجع على لبنان، ساحل اللبناني عم تتراوح الحرارة فيه بين 23 و 32 درجة، بالجبل 26 درجة، أما بالداخل عم توصل لل 34. هلا بنروح على الخريطة اللبنانية لنبلش جولتنا. بعكار 33 درجة، طرابلس 32، القرس 23، الكورة 32، الهرمل 33 درجة، القاع 30، بعلبك 29، الرياق 30. من كفة ومنوصل على جبال 33 درجة، فريا 30، جونية وبعبدة 32، بيروت 32 درجة وتأسى غائم جزئيا، زحلة 34، شتورة 33 درجة، عنجر 32، من كفة على جزين 31، رشيق ومرجعيون 31 درجة، بنت جبال 30، والختام بيكون مع صيدا سور وقنا 32 درجة. بكرة الثلاثة طقسنا غائم جزئيا، عنا رياح ناشطة أحيانا مع حرارة عم تتراوح بين 26 و 32 درجة بتكفي على هالحال لنهار الأربعاء، أما الخميس بترتفع درجة واحدة لتسجل 33 درجة. عنا ضباب على المرتفعات والحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 13 و 23 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. حلقة لبرنامج دي ان اي بعد هذه النشرة بسبب عطل تقني، والآن نذكركم بالعمل. الحريري يقدم لأهالي عرسال 15 مليون دولار ويؤكد لهم أن مخطط ضربها انكشف. في حال إبلاغي من قبل رئيسي اللجان الفاحصة المديرين العامين عدم إمكانية السير، وضع أسس تصحيح الامتحانات الرسمية غدا أو منح إفادات، ترحيب دولي بتكليف حيدر العبادي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والمالكي يرفض. في الختام من لينا ومني أطيب التمنيات، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. وجه خادم الحرمين الشريفين.
بتقديم دعم فوري للجيش وقوى الأمن الداخلي وسائر القوى الأمنية الشرعية حوالي 1 مليار دولار.